بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحديث كما ذكرتم مخرج في الصحيحين، وأصله أن وفدا من بني عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلف العلماء في زمن قدومهم وفدا على رسول الله، لكنه عندي متقدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ الشك من شعبة أحد الرواة. فقالوا: ربيعة يا رسول الله. فقال: مرحبا بالوفد، لا خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فلا نخلص لك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نطيع الله به، ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من الغنائم. ثم قال: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هذا الحديث إجمالا. نعم، شكر الله فضلكم فضل الشيخ. بعد هذا الإجمال نريد أن نقف مع بعض رجال إسناده، وهو مخرج في الصحيحين. نعم، الحديث مخرج في الصحيحين، ويدرك المشاهد الكريم أننا عندما نقول مخرج في الصحيحين أي أن الشيخين البخاري ومسلم كلاهما أخرج هذا الحديث. فالحديث إذن في مرتبة عالية جدا من الصحة، لأن الحديث إذا كان في الصحيحين وبطريقين مختلفين فهذا يدل على مرتبة علوه في الصحة. والحديث سنقف عند رجلين من رجالي، أو يهمنا واحد وهو أبو جمرة، وهو الذي رواه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأصله كما قال كثير من الرواة أن أبا جمرة هذا كان يجلس عند ابن عباس على كرسيه، كان ابن عباس يجله، وقالوا إنه كان يقوم بدور الترجمان لابن عباس، ثم اختلفوا في معنى الترجمان، هل هو يقرب المفهوم للعامة كلام ابن عباس، أو عندما يأتي أحد يسأله بالفارسية كان أبا جمرة يترجم له، كل ذلك وارد. فجاءته امرأة، أي جاءت لابن عباس امرأة تسأله عن النبيذ، فأجابها ابن عباس بهذا الجواب دون أن يحدد أين الشاهد في الحديث. ومن هنا فهم العلماء أنه أحيانا إذا كان المتلقي يفقه فلا يلزم الملقي أن يحدد ما استشهد به. هذا كله تقريب. نأتي لأبي جمرة. أبي جمرة اسمه نصر ابن عمران، اسمه نصر ابن عمران. رجال الأسناد في الصحيحين وفي الموطأ وفي غيرهم من الكتب يوجد أبو حمزة ويوجد أبو جمرة. أما أبو حمزة فكثير، يعني كثير من الرواة اسمهم أبو حمزة. فلهذا عندما يذكرهم الراوي يقول أبو حمزة ثم يحدده يعينه، لكن إذا قالوا أبو جمرة لا يعينه، لأنه لا ينصرف إلا إلى واحد، هو نصر بن عمران. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدة. طبعا دائما بيت النظم يأتي يعني غير مرقوب في السماع، لأنه علمي محض، ليست فيه روح العاطفة، ليست فيه روح الشعر، ليس كغيره. فهو يقول السيوطي رحمه الله يقول: وعن أبي حمزة يروي شعبة، يعني شعبة يروي عن أبي حمزة عن ابن عباس، يعني أبو حمزة واسطة ما بين شعبة وبين ابن عباس. وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي، يعني بالزاء حمزة بالزاي عدة، يعني كثيرون الذين اسمهم أبو حمزة. ثم استثنى في البيت الذي بعده إلا أبا جمرة، يعني أبو جمرة قال هذا ينطق بالراء واسمه نصر، وهذا آخر البيت واسمه نصر. فالمقصود من هذا أن أبا جمرة ليس هناك أحد من الرواة اسمه أبو جمرة إلا واحد، وهذا مريح يعني في فقه الحديث في حفظ الرجال، لأنه ليس متعددا. لكن أبو حمزة كثير، بل هو ستة أو أكثر مخرج لهم في الصحيحين، لكن أبا جمرة واحد، وهو بقدر الله من نفس القوم الذين هم بنو عبد القيس، من نفس بني عبد القيس، لكنه من نفس ربيعة، يعني يجتمع مع بني عبد القيس في ربيعة كما سيأتي. فهذا بالنسبة لأبي جمرة كإسناد. أبو جمرة روى الحديث عن من؟ عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب المطلبي الهاشمي المعروف، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجتمع في ابن عباس حديثيا كفائدة حديثية خصلة أنه أحد العبادلة الأربعة، وأنه أحد المكثرين السبعة. أحد العبادلة الأربعة عبد الله بن عمر،
عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس. فهؤلاء الأربعة أسنانهم متقاربة، ولذلك سميوا بالعبادلة الأربعة، لأنهم كلهم ابن صحابي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني كلهم دون في العشرينات أو دونها. ابن عباس كان 13 عاما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد المكثرين السبعة، هناك عدد من الصحابة سادوا بفضل أنهم أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء، ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأبو سعيد الخدري وأنس أبو هريرة وأبو هريرة وأنس بن مالك. هؤلاء السبعة يتقدموا أبو هريرة طبعا، أبو هريرة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وعائشة وجابر وعبد الله بن عباس، هؤلاء السبعة المكثرون رواية. فابن عباس يجتمع مع هؤلاء ومع هؤلاء، أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.